القمع والخناق والموت في إيران. أعلى نسبة للإعدامات في العالم حسب التعداد السكاني. تنفيذ حكم الإعدام بحق 120 ألفا من المعارضين السياسيين. تنفيذ 100 عملية إعدام في أقل من شهر. قمع القوميات الكرد، العرب، البلوش. إغلاق المساجد والقتل واعتقال علماء السنة. 70% من العمال يعيشون تحت خط الفقر. أيادي قوة القدس الإرهابية في دول المنطقة. سرقة النفط العراقي. تدريب الفرق الإرهابية بهدف تنفيذ العمليات في العراق. التدخلات في شؤون كل من دول طاجكستان وأوزبكستان ومصر والسودان ونيجيريا وكومور والبوسنة والهرسك.